السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ مصطفى. نعم تفضل. انا عايز اسال حضرتك دلوقتي. انا شغال في القاهره، وزوجتي قاعده معايا ورافضه ان والدتي تقعد معايا، وانا والدتي في قصر زي يعني في بلد بعيد. فانا بحاول ابر والدتي على قد ما اقدر، واروح واجي لها وكده، بس بحس برضه ان انا مقصر. أمك زعلانة ولا فرحانة هو بيك؟ امي رافضه ان هي تقعد هنا في القاهره، لان هما الاثنين مش هيرتاحوا مع بعض. طيب خلاص، يعني أمك رافضة أمي رافضة إن هي تقعد هنا. رافضة الاجتماع، وزوجتك رافضة الاجتماع. طيب الحمد لله جات من الاثنين. وما سؤالك عن نفسك ولا ايه بالضبط؟ أنا سؤال عن نفسي، إن أنا بحاول إن أنا أبني والدتي على قد ما أقدر، إن أنا أروح لها وأجي طيب روح لها وأقدم نفسي وتعال. من هنا لهناك، بس بحس إن أنا مقصر في بين الوالدين. هو أمك أبوك على قيد الحياة؟ لا، أبويا مش على قيد الحياة، والدتي قاعدة مع زوجة أخويا، ولكن العلاقة بينهم برضو مش قوية، مش كويسة. وللأسف أمي برضو بتضطر إن هي تقعد لوحدها أغلب الأوقات. طيب يعني أمك هل يجوز شرعا إن أو يعني حكم الشرع في موضوع إن والدتي تقعد معايا في نفس الشقة رغما عن زوجتي؟ ما هي أمك رافضة، أمك رافضة وزوجتك رافضة. هم عشان ما بيرتاحوش مع بعض. خليهم طيب يبعدوا عندي، يرتاح من ده كما يقولون، وأنا أعمل اللي علي. وأنت تعمل اللي عليك. الحمد لله. معلش يا شيخ مصطفى، تعبنا حضرتك، لا مش تعب. ربنا يبارك في هل حضرتك. أنت معك فلوس كثير؟ الحمد لله كويس. يعني هل ممكن وأنت في القاهرة تستأجر لأمك شقة قريبة منك وتكون على اتصال كبير بها؟ والله برضو انا حاولت من فتره، من حوالي 3 4 شهور، ولكن انا عايز شقه في نفس العماره علشان تكون جنبي. ماشي طيب. انا مستني شقه في العماره ان هي تفضى، والاحتمال ده وارد في دماغي، وان ان شاء الله ربنا يسهل وربنا يكرم بيه ربنا كريم، جزاك ان الله شاء خير. الله. السلام عليكم.